أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. قال المركز الإعلامي لعملية بنيان المرصوص أن سلاح الجو التابع لغرفة العمليات والطوارئ التابعة لسلاح الجو الليبي نفذ غارات على محيط المحطة البخارية سرت. المركز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أوضح أن سلاح الجو نفذ أكثر من غارة على معاقل تنظيم الدولة. وتجر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي للعملية أعلن في وقت سابق انسحاب قواتهم من المحطة البخارية بعد إحكام السيطرة عليها. قال مراسل النبأ في مدينة درنا أن طائرات ميليشيات حفتر قصفت مساء أمس الأحد موقع العمارات الكورية بالمدخل الغربي للمدينة دون أن توقع خسائر بشرية. كما قصفت ميليشيات حفتر مقر الشركة التركية بالمدخل الغربي بالمدينة أيضا. وأظهرت صور تحصلت عليها النبأ تعرض المقر وبعض الآليات فيه لأضرار جراء القصف. من جهته قال الناطق باسم ميليشيات حفتر أحمد المسماري إن طائراتهم قصفت ورشة لتصليح الدبابات في غابة بومسافر غربية مدينة درنا. شهدت بنغازي يوم السبت سقوط قذائف عشوائية وسط أحياء سكنية عدة تسببت بعضها في إصابات في صفوف مدنيين حسب شهود عيان. الشهود أكدوا للنبأ أن قذائف سقطت على مقبرة سيدي عبيد القريبة من حي عمارات 602 وحي السلام وشارع 20 ومركز بنغازي الطبي، ما أسفر عن أضرار مادية بالمبنى. يشار إلى أن قذائف عشوائية سقطت الأيام الماضية على مركز بنغازي الطبي ما تسبب في مقتل مواطنين مدنيين وخسائر مادية لحقت بالمركز. قال مستشار الشؤون الخارجية بحكومة الثني عبد المجيد مليقطة إن البرلمان وحكومته سيرسلان وفدا إلى منظمة المؤتمر الإسلامي بوساطة إيرانية بهدف مواجهة فرض الحكومة المقترحة على الشعب الليبي. وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الثني ذكرت نقلا عن مليقطة أن بيان الجامعة العربية جاء مخيبا للأمال منددا باستقبال وفد الحكومة المقترحة والتي لم تكتسب الشرعية بعد من مجلس النواب على حد تعبيره. في أمان الله.